وفيه الكرسي موضع القدمين، إثبات القدم لله عز وجل حق، قد صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لكن إثبات القدمين لا أعلمه إلا في هذا الحديث، يعني إثبات القدمين اثنين لا أعلمه إلا في هذا الحديث، وأما القدم فهو ثابت في صحيح البخاري وغيره. لكن مع هذا نقول إن إثبات القدمين لا يعني التمثيل أبدا، فهو كإثبات الوجه والعين والذات، نعم لا ليس مماثلا للخلق، نعلم ذلك علم اليقين لأننا نعلم عن طريق السمع بأن الله ليس كمثله شيء، ونعلم عن طريق العقل بأنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق أبدا، فلذلك التماثل ممنوع حتى فيما توافق فيه المعنيان في اللفظ فإن الحقيقة مختلفة. سمعتم عقيدة الشيخ محمد بن صالح العزيمين وأنه أثبت لله سبحانه وتعالى القدم والساق والوجه وغير ذلك، فنقول في الجواب: أولا يا شيخ محمد، إن إثباتك القدمين لله سبحانه وتعالى وكذلك الوجه واليدين وغير ذلك من الجوارح من باب التشبيه والتجسيم، والله تعالى قد نفى عن ذاته المقدسة جميع الصفات التي تختص بالمخلوقين، فقال تعالى: ليس كمثله شيء. فعندما تثبت له رجلا أو قدما أو ساقا أو وجها فقد شبهته بالمخلوق الضعيف وصار له مثل وشبيه، وخالفت الآية ليس كمثله شيء. ولا فائدة من قولك أن هذا الوجه والرجلان واليدان ليست كما في المخلوق ولا يلزم منها التشبيه، فقد لزمك التشبيه والتجسيم ما دمت تصف الله بصفات المخلوقين. ثانيا، الله تعالى قد نفى عن ذاته المقدسة صفات الأجسام والأعراض، فقال تعالى: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. ثانيا يا شيخ محمد، أن كلامك هذا مخالف للقرآن، وما خالف القرآن يجب رده وعدم العمل به، قال تعالى: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خمس لا يعذر بجهلهن أحد: أن يعرف الله لا يشبهه بشيء، ومن شبه الله بشيء من خلقه أو زعم أن الله يشبه شيئا فهو من المشركين، إلى آخر الحديث. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من تفكر في المخلوق وحد، ومن تفكر في الخالق ألحد. وقال عليه السلام: التوحيد ألا تتوهمه. وهذه كلمة جامعة، فمن تصور الله أو توهمه فلم يوحده، وكلما توهمه المتوهمون أو تصوره المتصورون فالله تعالى بخلافه. قال بعض العلماء: مشيت 1000 فرسخ وسألت عالما عن التوحيد والعدل، فقال: التوحيد أن تعلم كل ما حكاه الوهم فالله بخلافه، كل ما تصوره الإنسان فالله بخلافه، والعقل أدناه ترك الدنيا وأعلاه ترك التفكر في ذات الله تعالى. ولا شك أنه لا يحصل التفكر في ذاته على طائل، بل يحصل له ضرر أكثر، حيث أنه لا يقف على حقيقة. ولذا روي: من تفكر في المخلوق وحد، ومن تفكر في الخالق ألحد. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: بصنعه يستدل عليه، وبالعقل
تعتقد معرفته، وبالفطرة تثبت حجته. دليله آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه. ولا بد أن يكون الاعتقاد المنبثق من تلك المعرفة مستقرا استقرارا أكيدا في النفس، يشعر المسلم من خلاله بالتوجه الكامل نحو الله تعالى بكل قواه وحركاته في الضمير والجوارح والحياة، ويعرف أنه عبد يعبد ربا يعبد ليس كمثله شيء. ولا تتأتى هذه المشاعر إلا إذا كانت خالية عن التقليد الأعمى. فنقول لجميع الناس: لا تقلدوا أحدا في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله، والتدبر لكتاب الله، والتفهم لسنته زالت الرواسي ولم يزل. ومن أخذ دينه من أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال، وكان من دين الله على أعظم زوال. رابعا يا شيخ صالح، أن عقيدة التشبيه هي عقيدة بني إسرائيل، وتوارثوها جيلا بعد جيل. فأول من قال أن الله في السماء هو فرعون، وأول من طلب رؤية الله هم بنو إسرائيل. فلذلك عندما نجاهم الله من فرعون وخرجوا من البحر ورأوا أناس يعكفون على آلهة، قالوا: يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. لأنهم قد اعتادوا على عبادة شيء مجسم يرونه بأعينهم. فهذه عقيدة التشبيه هي عقيدة بني إسرائيل، وهم القائلون كذلك بالخروج من النار. فلا زالت هذه العقيدة منتشرة بين الناس حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، فدعا الناس إلى توحيد الله تعالى ونفي صفات الأجسام والأعراض. وفي جوابه على الأعرابي الذي سأله أن يعلمه من غرائب العلم، فقال له النبي: وما صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ فقال الرجل: يا رسول الله، وما رأس العلم؟ يا رسول الله، وما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حق معرفته. قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وأن تعرفه إلها واحدا أولا آخرا ظاهرا باطنا لا كفء له ولا مثل له. ويقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. والطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة نأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ما قص الله عن رسوله إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي. انظر يا شيخ صالح، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
ولم يقل للذي له قدمان أو له ساق أو له وجه أو له غير ذلك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وكذلك موسى عليه السلام عندما سأله فرعون وما رب العالمين، لم يقل للذي في السماء، لم يقل الذي له يدان أو رجلان، بل قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.